هم دلوقتي كل الحريم اللي هناك بالرجاله ثواني بقى عشان انا فاتح لايف. السلام عليكم كل اخواتنا، كل الناس اللي بتحبنا. طبعا انا ما كنتش يعني انا ما كنتش عاوز اتكلم عن الموضوع ده، بس الموضوع ده انا لازم اتكلم عليه. ربنا محرم حاجات المفروض احنا ما ناكلهاش، يعني ربنا حرم حاجات احنا ما ناكلهاش. السنين طبعا كسروا كل الحاجة دي وبياكلوا حاجات غريبة، خفافيش وتعابين وكلاب وقطط وكل حاجة. طبعا زي ما كلكم عارفين في دلوقتي مرض منتشر في الصين، مرض ملهوش مصل وملهوش علاج، فيروس منتشر في الصين ولا ليه علاج ولا ليه حاجة. وعاوز اقول لكل اخواتنا المصريين اللي في الصين مش عارفين يرجعوا، بإذن الله انتوا هترجعوا، بإذن الله مش هيبقوا فيكم اي حاجة، وبإذن الله هترجعوا لنا سلام. وانا بقول لكم معلش، هي شدة وهتزول بأمر الله، وكلكم هترجعوا بأمر الله لعيالكم سالمين غانمين بإذن الله. بس عاوز اقول لكم بلاش، يعني انتوا السنين اللي عمالين ياكلوا خفافيش وتعابين وكلاب، ما انتوا عندكم اكل تاني تاكلوه، عندكم الجواميس، عندكم البقر، عندكم المعيز، عندكم الخرفان، عندكم السمك، عندكم اللحوم، عندكم انتوا سايبين كل الحاجة اللي ربنا محللها وجايين تاكلوا اللي ربنا محرمه. يعني انا مش فاهم، انتوا مفيش عقل عندكم؟ مفيش مخ؟ مفيش مخ؟ يعني انا عاوز افهم، مفيش مخ؟ كل شوية الصين الصين الصين. طب الصين كانت بتختار، الصين دلوقتي بتموت، الصين بتتدمر، الصين دلوقتي بتتدمر. طبعا زي كل الدول منعت دخول الصين البلد، وكل الدول منعت اي حد يسافر الصين. انا كل اللي عاوز اقوله ربنا يعفى عنكم ويشيل عمكم، وباذن الله يلاقوا علاج للفيروس اللي جالكم، يعني ربنا يستر عليكم ويلاقوا لكم علاج. انا مش عارف، انا كان معايا اتنين صحابي من الصين كلمهم عليهم وقلت له روح حلل، اجري حلل شوف عاجلنا مرض، هنموتوا، هنقرضوا من الدنيا. انا ساب الدنيا بتاكل خفاش خفاش، ده في سم وفي قرف والتعابين. يعني انا مش فاهم، الكلب بتديله بالشومه في دماغه وبتذبحه وبتاكله، انت عبت؟ يعني انا مش فاهم. انا نفسي الرساله دي توصل لكل السنين، انتوا غلط، انتوا عندكم عقل، صنعتوا وعملتوا حاجات جميله بس ما عندكمش تمييز في الاكل. الاكل ده بالذات ما فيش تمييز، واحد بيشد لي الفار ببقه. هات فيديو، هات فيديو شغال لي يوتيوب يا جدعان. غلط يا جماعه، غلط يا جماعه، غلط. ربنا حرم الحاجه دي ما تتاكلش، الحاجات دي فيها سم. قوانين دلوقتي الفيروس اللي جه ملوش مصل وملوش علاج، السنين هينقرضوا، مش هيبقى في سنين تاني، مش هتبقى في دوله اسمها دوله الصين. يا جماعه غلط. الكمامات اللي بتتحط على البق ما خلاص خلصت من البلد، ما فيش الكمامات اللي هما كانوا بيعملوها خلصت من الصيدليات. انا مش عارف اقول ايه. هات يا عم كده هوريكم فيديو صغير بص يا جماعه. بص يا جماعه، دي فران، الفران اللي بنضربوها وبنرموها هما بياكلوها.
تعال تعال اتفرجوا اتفرجوا يا جماعة، يا جماعة اللي بيحصل غلط غلط، ربنا يشفي يعفيكم يا رب ويشيل يا عنكم رب، يا رب، ورجع الناس اللي هناك دي كده يا رب، ويرجع لنا اخواتنا اللي هناك بالسلامة. بس اي حد ينزع مطان لازم يتحلل له. القطط دي ملايكة، القطط دي ملايكة، انتوا بتاكلوها ازاي؟ انا مش فاهم. قد لما بيعدي مصري بيروح ياخد ايه؟ بيروح ياخد انتوا بتاكلوه. انا مش فاهم يا جماعة، غلط والله غلط يا جماعة. مش بشر ما يا ابني، ما بقاش الا انت هي السعوديه ما موجوده هاي المعلومات كده الشعب. روح انت عم مش واخد فاشل بقاله سنين يا جدعان. غلط يا جماعه والله العظيم غلط يا جماعه. طب قهوه زياده غلط، في حاجات بتحصل يا رب الشفاء، الشفاء من عندك، وتقومهم بالسلامه يا رب وتقف عنهم. معالي انا مش عارف اتكلم اقول ايه الصراحه، ده في فراخ مقليه يعني. انا واحد صغير الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا ايه الليل وجعلنا ايه النهار مبصره لتبتغوا فضلا من ربكم. يا رب يا رب رحمتك كبيرة علينا يا رب. و خلاص خلاص يا جماعة، دي علامات يوم القيامة اللي بيحصل، دي علامات يوم القيامة. يعني كل اللي بيحصل وكل اللي احنا بنشوفوه ده، دي علامات يوم القيامة. ابتلاء، ده ابتلاء من ربنا للسنين اللي بيحصل. يعني انا مش عارف، يعني انا مش عارف اكل فريم بتاكله، صراصير، خفافيش، كلاب، قطط، تعابين، دود، انا مش فاهم فيه ايه. كل اللي اقدر اقوله لكم ربنا يشفيكم ويعفو عنكم يا رب. مش عاوزين سنين تخش مصر خالص، مفيش. احنا يابا ربنا يشفينا ويعفو عننا، احنا تعبانين خلقه اصلا. ربنا يشفيكم ويعفو عنكم بقى. انا حبيت ابلغكم بالرساله دي، وربنا يشفي كل اخواتنا ويرجعهم لنا بالسلامه يا رب، سالمين غانمين لعيالهم، وباذن الله خير خير خير. السلام عليكم.